هذا هو البزنس، فرصة، هي فرصة أنت تلحقها، ما في أي شيء آخر. وقع الشاب إبراهيم الشريدة في حب التجارة منذ صغره، ففي طفولته كان يبيع الحلوى لأقرانه، وخلال مراهقته تاجر في أجهزة الجوالات المستعملة، ومن مصروفه الشخصي في شبابه اتجه للمضاربة في البورصة وربح منها مئات الآلاف. وهكذا يوماً بعد يوم وعاماً وراء الآخر أتقن لغة المال وتعلق بالتجارة أكثر فأكثر، واثقاً بأن كل خطوة يخطوها تقربه من حلمه بأن يصبح رجل أعمال كبيرة. أهل الله يحفظهم يروني متمرد في شخصيتي، فكانوا خايفين علي بزيادة. أنا أحب لغة المال وأحب الاقتصاد، أحب المحاسبة، أحب الفلوس، فما عجب أهلي هذا الكلام إطلاقاً. قالوا لا، إبراهيم حيفشل في الجامعة ولازم يدخل عسكرية. مارست الحياة العسكرية والأمنية، كانت حياة قاسية بلا شك، صقرت كثير من مهاراتي الشخصية. أول ما دخلت الوظيفة العسكرية وكنت لازلت أنا أمارس الأوراق المالية والأسهم والسندات المالية، صار الدروب في السوق الاقتصاد العالمي في 2008 وسوق الأسهم السعودي تحديداً، الثلثاء الأسود الذي لا ينفك أن ننساه جميعاً. صار عندي التزامات عالية تجاه البنك، تجاه يعني التزاماتي الحياتية الشخصية. أنا إيش أسوي؟ ما أعرف الأسهم فعلياً، في ذاك الوقت ما أعرف الأسهم. اتصل علي صديق قال إبراهيم أنا سيارتي متعطلة، أبغاك توديني للمشروع اللي أنا ماسكه. قلت إيش المشروع؟ قال جامعة الأمير نوري. جامعة الأمير نوري العظيم هذه كانت عبارة عن خلا صحراء، وأنا واقف وأستنى عبد الله، نزل أحد العمال، واضح أنه مسؤول عمال أو شيء من هالقبيل، وجالس يعني ارتفع الصوت ما بينه وبين مدير المشروع اللي موجود هناك. المهم أخذت الأرقام وبدأت أحللها، أنا شخص أحب أحلل. دخلت بعد ما خلصت وخلصوا مشكلته، رحت تعرفت على الأخ المصري هذا، قال لي هو استغلنا وعشان شافنا إحنا محتاجين وغلى علينا سعر ريال ونص. قلت ولي نزل لك ريال ونص. طالع قال تفهم مقاولات؟ قلت إيه أفهم مقاولات. كان محتاج 1500 عامل، كانت بالنسبة لي. قلت له إيه أقدر، بس عطني فرصة 24 ساعة أرتب أموري. جهزت نفسي، حسبتها مضبوط، اكتسبت أول 1,000,000 ريال. يعني أي مشروع تنجح فيه يأتي المشروع اللي أكبر منه. تعلم إبراهيم بالطريقة الصعبة وتأكد من صحة مبدأ لا تضع كل البيض في سلة واحدة، لذا قرر أن يعدد مجالات استثماره وينوعها، وبهذا يكون في أمان ولديه ما يتكئ عليه عند حدوث أزمة أو خسارة في أحد مشروعاته. أزمة الأسهم هي من رسخت عندي مفهوم التنوع. في 2009 دخلت مجال البيطرة، وجدت يعني سوق عظيم في الثروة الحيوانية مهمش. ليش أنا انطلقت وليش أنا اهتميت؟ لأنه في ذاك التاريخ بدأ التعزيز مفهوم الابتعاث خارج المملكة العربية السعودية، لما بدأ يتوافدون المبتعثين صار كل واحد يرجع معه شهادته ومعه كلبه. بعد 4 سنوات حققنا عائد غير عادي وغير اعتيادي وأرباح تفوق 200% سنوياً، فمن هنا وجدنا الفرصة وتنمية الفرصة. في 2017 كان مفهوم الترفيه مفهوم جديد عند المملكة العربية السعودية، ليس ما هو جديد علينا إحنا كمجتمع، لكن بتنظيمه بتشريعه بسياساته.
أحد الشركات أخذت الإذن في ذاك الوقت بإقامة حفلة غنائية لأحد الأسماء الخليجية الكبيرة النسائية، صار هاشتاج وإثارة رأي عام، والجهات الرسمية ألغت التصريح. من هنا أنا بحثت عن الفرصة، كتبت لسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه، فيما معناه أن يتم اختيار اسم غير مستهلك ومبتذل في المجتمع بحيث لا يسبب أثر سلبي في السوشيال ميديا. ولله الحمد جت الموافقة الكريمة خلال 12 ساعة من إرسال البرقية. بعدها بثمانية شهور تسعة شهور عجبتني السالفة. لأول مرة المرأة في السعودية تعتري خشبة المسرح. أنت إذا وصلت للغة الأساسية في صناعة المال، لو إيش ما دخلت مش هيفرق معك.